بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج معلومة وجايزة. معلومة النهاردة بتتعلق بالصلاة. إحنا كلنا أو أغلبنا بيصلي ويقرأ بعد الفاتحة صور أو صورة من جزء عامة أو الجزء الثلاثين. الجزء ده جزء عظيم ومهم وفيه معاني عظيمة جدا. هقول لحضراتكم شوية معلومات عنه. الجزء ده فيه 37 صورة كلها صور مكية إلا ثلاث صور بس، صورة البينة وصورة الزلزلة وصورة النصر، ثلاثة دول صور مدنية. العجيب بقى والسنة المهمة جدا واللي احنا فهمناها إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أغلب صلواته بيقرأ فيها جزء عما يتساءلون، الصور الصغيرة دي. والعلماء خدوا ده من حديث سيدنا معاذ لما اشتكى منه بعض الصحابة أنه بيطول في الصلاة، فقال له أفتان أنت يا معاذ؟ أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى؟ من والشمس وضحاها؟ من والفجر؟ أين أنت من هذه الصور؟ فالعلماء خدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في كتير من صلواته بيصلي أو بيقرأ بآيات أو بصور من جزء عما يتساءلون اللي احنا كلنا بنعمل زيه صلى الله عليه وآله وسلم. عايزين بس وإحنا بنصلي بهذه الأجزاء أو بهذه الصور أن احنا نكون بنقرأها صح. وهقول لحضراتكم طريقة سهلة ان احنا ممكن نسمع لسيدنا الشيخ الحصري مثلا وهو بيقرأ الصور دي ونتعلم منه ازاي بيقرأ قل يا ايها الكافرون، وازاي بيقرأ قل هو الله احد، وازاي بيقرأ اذا زلزلت الارض زلزالها، علشان نأتسي ونكون بنقرأ القرآن قدر الامكان كما انزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علشان يتحقق فينا الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. سؤال النهاردة بقى بيقول فتح مكة كان في شهر رمضان المبارك، امتى كان فتح مكة؟ يوم كام رمضان وسنة كام؟ تعالوا كده نشوف الناس هيجاوبوا على السؤال ده ويقولوا ايه. بنفكر حضراتكم بسؤال النهاردة. السؤال بيقول فتح مكة كان في شهر رمضان يوم كام او سنه كام؟ يوم كام او سنه كام؟ او ممكن يكون يوم الاثنين. لا استنى انا افتكر لك 8 اعتقد انه كان يوم 2 يا 3 جرام بقى. في اول رمضان. في اول رمضان. اول رمضان سنه كام بقى؟ لا مش عارف بصراحه، بس هو في اول رمضان. هو كان تقريبا كده كان يوم 2 رمضان ماشي، وكان سنه 10 هجريه. كان في السنة 9 للهجرة. يوم كم؟ لا يوم كم رمضان دي مش فاكر، بس يعني هو في السنة 9 للهجرة يعني. سؤال حلقة النهاردة بيقول فتح مكة كان في رمضان، كان سنة كام ويوم كم رمضان؟ سنة كم؟ لا هو سنة كام؟ اللهم صل على النبي، هو لإما 8 هجريا أو 6 هجريا، بس أنا مش متذكر قوي. وكان يوم 20 رمضان، بس هو غالبا يوم 8 غالبا 20 رمضان. اخر حاجه بقى 28 رمضان وخليها على الله. تمام، هو فعلا كان سنه 8 هجريه وكان يوم 20 رمضان، وصدق الله رسوله الرؤيا بالحق. صح، النبي صلى الله عليه وسلم كان شاف رؤيا ان هو داخل مكه، وربنا سبحانه وتعالى حقق له الرؤيا بعدها بسنوات. فعلا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كسبت جائزه البرنامج. اتفضل حضرتك افتح الجائزه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف مبروك شكر، ألف شكر، ربنا يبارك. شكرا جزيلا. فتح مكة حدث عظيم جدا بتتجلى فيه سماحة ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وتحقق وعد ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي جه في سورة الفتح، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فتح مكة كان زي الأيام دي في شهر رمضان المبارك، كان سنة 8 هجرية يوم 20 رمضان. شوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم معلومة وجايزة.